أهلا وسهلا بكم أبنائي طلبة المرحلة الرابعة في الجزء الثاني من المحاضرة رقم 10 واللي وصلنا بها إلى Transgenic Plants as Bioreactors Molecular Form يعني تستخدم كبايوريأكتورز يعني كفرمنترات كأنما Plants can serve as bioreactors to the modified or new compounds. نباتات تعتبر كأماكن لتنمية وتكوين المركبات الحديثة التكوين أو التي يتم تعديلها. The transgenic plants as bioreactors have some advantages such as ما هي فوائد الترانزينج بلانت لما تستخدم كبايورياكتورز. أولا the cost of production is low الكلفة جدا واطية. اثنين there is an unlimited supply تقدر جقد ما تقدر تنتج عن طريق النباتات. ثلاثة safe and environmental friendly تكون أمينة وصديقة البيئة ما بها أي تلوث. هنا هذه الجملة راح أجي عليها نبات التبغ يعتبر هو أفضل نبات من أفضل النباتات استخداما كترانسجينيك بايوراكتر. تباكو نبات التبغ is more the most preferred plant for using as a transgenic bioreactor. لماذا؟ Because it is easily transformed, سهولة نسوي انتقاله and تحويله and engineered والهندسة وراثية. Some uses of transgenic plants بعض استخدامات النباتات المحورة جينيا. أولا improvement of nutrient quality تحسين القيمة الغذائية. اثنين diagnostic and therapeutic proteins اللي هي نقدر نحصل من عد على بروتينات تستخدم في التشخيص وفي العلاج. ايضا نطلع منه edible vaccine مرة تكلمنا عنه في محاضرة سابقة بالفصل الماضي انه احتمال كبير الان اللقاحات راح تصنع مع انتاج الفواكه والخضروات فيقدر يتناولها الانسان او الطفل بدون ان يلاقي صعوبة في بلعها او اخذها اذا كان طعمها يعني غير مرغوب للأطفال أحيانا. رابعا biodegradation of plastic تحليل المواد البلاستيكية وتعرفون الآن عندنا واي بلاستيك مواد بلاستيكية ويست هذه نقدر نستخدمها أنه النبات يعتبر هو مصنع لهذا الشيء. الآن نجي على جزء ثاني من المحاضرة ذيك كانت plant tissue culture الآن animal tissue culture. animal tissue culture شنو تعريفه؟ growth كل السهل of tissue separate from the animal in vitro in culture media ننمي نسيج مأخوذ من الحيوان بالمختبر وننمي in culture media types of أو on direct culture media على ميديا صلبة أحيانا types of cell culture animal نقصد الآن animal cell culture عندنا two types primary وعندنا secondary The primary cell culture يعرف maintaining growth of cells separated يحافظنا على نمو الخلايا المعزولة منين from the parental tissue من النسيج الأم وين ننمي in a culture medium وسط زرعي وين نحط هذا using a suitable glass or plastic container أما في وعاء زجاجي أو يعني أو بلاستيك أوكي الآن types of primary cell culture أنواع لprimary monolayer culture أو adherent cells هذه يسموها anchor dependent يعني شنو anchor تثبيت تعتمد على التثبيت شلون cells require attachment for growth لا حتى تنمو لازم تربط الخلايا تثبتها they are usually derived from tissues of organ
اساسا ماخوذه من بعض اجهزه الجسم ولا سيما الكدني الكلى. النوع الثاني من البرايمري سسبنشن كلتشر. سسبنشن كلتشر اللي هي انشر اندبندنت اللي لا تعتمد على الثباتيه ثبتها. Cells do not require attachment for growth. They are derived from cells of the blood system. مأخوذة من خلايا الدم. Advantage of cells propagation by suspension. طريقة ثانية. شنو فوائدها هاي الطريقة؟ أولا the propagation process is much faster. سريع. التنمية تكاثر سريع. Have a short lag period. ثلاثة treatment with trypsin is not required. ما تتطلب المعاملة بأنزيم الترypsin. أربعة a homogeneous suspension of cell is obtained. نقدر نحصل أنه عالق متجانس من الخلايا. نجي على النوع الثاني من الانيمال cell cultures اللي هي secondary cell culture or cell lines. هذه مأخوذة من البرايمري اللي هي الاسم مالها Secondary cell culture تعرف أكثر بالcell lines. Secondary cultures or cell lines is obtained by subculture in the primary cells culture. It is the transfer of cells from one culture vessel to another culture vessel. الآن عندنا نوعين من two types of cell lines. الفينت المحدودة والcontinuous. هذا مرشح أيضا الجدول اللي جي بالامتحان هذا التقسيم. أنه المحدودة have a limited life range. هذه have unlimited life range. هذه grow in mono layer form. هاي هم grow in mono layer وهم أيضا suspension form. The growth rate is slow. النمو بطيء. هذه the growth rate is rapid. هنا doubling time طويل مالها 24 إلى 96 ساعة بينما doubling time ما هذه هنا shorter 12 إلى 24 ساعة. ما هي cell line؟ cell line اللي هو animal cell line. Every cell present in the human body is not capable of growing in laboratory. أي خلية حيوية ما نقدر ننميها بالمختبر أكو قليلة بس استخداماتها ضعيفة. Despite that only a few types of cells can grow in vitro بالمختبر but They are neither suitable for industrial use nor for scientific purpose. يعني لا نقدر نستفاد منها بالمواد الصناعية أو الإنتاج الصناعي ولا نقدر من النواحي العلمية. Many cells die. أغلب الخلايا تموت during the time of releasing toxic substances which inhibit. ليش هالمواد السامة شو يسوي؟ inhibit the activity of other live cells. To avoid حتى نتجنب هاي المشكلة. And to achieve an exponential cell growth, the cells are converted into immortal, immortal أزلية cells called اللي cell line. هو هذا اللي نتكلم عنه cell line. A tumor tissue represent a transformed line cell line. The most famous and the oldest cell line is the HeLa cell. لاين اللي هي هناك كان عندها كرايجينز هنا عندنا هيلا سل لاين. شنو هي الهيلا سل لاين؟ A cell of a continuously cultured strain isolated from a human uterine cervical carcinoma اللي هي من سرطان عنق الرحم. هذا عزلوه في وقت بال 1951 and used in biomedical research specially to culture virus لزرع الفيروسات. الكلتشر ميديوم من هو اللي هو السيرم افضل واحد. سيرم is the most economical easily available and most widely used culture medium for animal cell culture and fetal calf serum is the preferred one اللي هو سيرم الدم العجل. Major functions of serum as a natural culture medium. شنو يعني وظائف السيرم؟ أولا provide nutrients, hormones, growth factors, attachments and spreading factors. اثنين binding proteins, vitamins, minerals and lipids. ثلاثة serve as pH buffer. الآن ما هي types of artificial animal cell media اللي هي serum free culture medium, protein free culture medium, chemically defined medium.
آخر شيء عندنا applications of animal cell culture. استخداماته أولا used as substitute host to study the pattern of viral infection. اثنين used in manufacturing vaccines, antibodies, hormones, interferons, vitamins, etc. used in studying the effect of toxins and contaminants. Fourth and the last used in cancer research which focus on uncontrolled cell division in culture. بنهاية هذه الفقرة أكون قد انهيت جميع محاضرات البايوتكنولوجي وأتمنى لكم الموفقية بالامتحانات وبارك الله بكم على حسن استماعكم. شكراً.